وللحديث عن انتفاضة أهلنا في محافظة ذي قار والمجزرة التي ارتكبتها القوات الحكومية وميليشياتها في مدينة الناصرية خلال الساعات 24 الماضية، معنا عبر الخط الهاتفي من الناصرية الشيخ عدي عابر الشرشاب شيخ عشيرة البدور. أهلا بكم شيخ عدي الشرشاب، ونتقدم لكم أولا بالتعازي الحار في الشهداء الذين سقطوا بنيران القوات الحكومية وميليشياتها، ونسألكم كذلك كيف تصفون المجزرة التي حصلت للأهل في الناصرية؟ السلام عليكم أخوي، الله يجبر عزانا وعزى العراقيين كلهم، يجبر عزى محافظة ذي قار. البارح صباح اليوم الفجري قام جميل الشمري ذبح عيالنا أبناء محافظة ذي قار وقمعهم قمعة بليلة واحدة 35 40 واحد و50 جريح، وذبح حصات على يد جميل الشمري، جميل إسماعيل الشمري، لأنه هو ما له عشيرة أصلا. كيف تصفون هذه المجزرة شيخ عدي؟ والله يا المجزرة ما صارت بالتالي، وشرتنا على العرب. ما في واحد يتجرى على ذبحة شباب اطفال عمره ما يتعدى 15 الى 18 سنه. نعم، تعدى عليهم الساعه بالخمسه الفجر ذبحهم، لين الساعه 10 الصبح ذبح حوالي 45 35 واحد، واكثر من 350 جريح. كل ابوهم نعتبرهم مرتزقه بالدولة. ما في واحد يتعدى على عيال بلده ويندعون في الشيعه، ما هم شيعه ذول. والمشكله حنا طحنا فيها ان حكومتنا شيعيه وحنا مذهب شيعي، وقاموا يذبحون عيالنا. نعم، من تحملون المسؤوليه عن هذه المجزره الشيخ عدي شرشاب؟ ما في اي مسؤوليه نحمل مسؤوليه عادل عبد المهدي رئيس الوزراء، هو تبع لايران. اي مسؤوليه نحملها؟ من نحملها حنا؟ حنا حكومتنا كلها حكومه ايرانيه تابعه لايران، ذيول ايران يتوجهون لاوامر القاسم سليماني. اي حكومه نوجهها لها؟ ما في حكومه عندنا احنا، احنا حكومه ميليشيات عبارة. امس انا بوصف لك وصف، امس المذبح مات النجف طلعوا متظاهرين سلميين، بس بوضح هذه للعراقيين صوره عامه وللدول العربيه وللامه العربيه. البارحه معركه النجف وذبحت عيالنا بالنجف على اساس انهم يتوقون الشيء الثاني، وهذا كلام غير صحيح. هذه خطه من الميليشيات الايرانيه ان يبي يوجهون التهمه للمتظاهرين، المتظاهرين سلميين هم سووها، حتى يبون تصريح مع شيء الثاني انهم ذولا عملاء، ذولا تبع سفرات، ذولا صداميين كذا كذا. انا اكد لك ان المتظاهرين سلميين، المتظاهرين لا عدل، المتظاهرين يطالبون بلقمه العيش، ما عندهم هذا الموضوع. نعم، هذه كلها قاعد يدورونها، والذبح والصلخ والدنيا كلها هي الميليشيات الايرانيه دول ايران. احنا من عندنا الحين حاكم عسكري او حاكم عراقي شريف؟ عرفني اسمه منو شريف فينا؟ ما عندنا شريف. عادل عبد المهدي تبع لايران، المالكي تبع لايران، عمار الحكيم تبع لايران، عادل عامر تبع لايران، قيس الخزعلي تبع لايران. احنا عباره عن حكومه ايرانيه. والدليل على هذا اليوم المناصب صارت اليوم غير احنا الشيعه دعمناهم وقصرنا عليهم وعزمناهم ويلا حيا ويا مرحبا، ووصلناهم للكراسي. بعد ما وصلناهم قاموا يذبحون فينا. بس خلي بين لهم على فكره، ثق بالله يا اليوم العشاير بعد ذبحت عيالنا لا نسكت، نخليها دم توصل من البصره لين نوصلها بغداد. حقنا ما نعطي لهم. بهذه المناسبه هل دعوتم ابناء عشيرتكم لحمل السلاح دفاعا عن أبنائكم وبناتكم الذين تعرضوا لهذه المجزرة؟ اليوم قطعنا السريع الدولي يربط بين بغداد والبصرة، وبكرة عندنا اجتماع مع شيوخ عشائر محافظة ذي قار، وراح نطلع بقرار، والقرار هو نعم. الشيخ عدي الشرشاب، عادل عبد المهدي استدعى الحاكم العسكري جميل الشمري الذي أطلق يده لقتل أبناء محافظة ذي قار، وهو لم يقله كما كان مفترض ولم يحوله للجنة تحقيقية مثلا. هل تجدون استدعاء عبد المهدي لهذا الشخص بعد جرائمه كافيا؟ عادل عبد المهدي رئيس الوزراء هو اليوم سيد ابن رسول الله وابن الناصرية، بس اليوم
سيارته ما مثل النار اليوم، اليوم اللي هو نعم لقيط ما له عشيره، والدليل على هذا مره يقول اسماعيلي مره يقول انا شمري شمر حشمه وكان. هذا انسان ما له قبيله، لو له قبيله ما ذبح عيالنا اليوم. الحمد لله عيال الناصريه وقبائل الناصريه قصوا شاربه ورجعوا لبغداد، وكل واحد يتعدى على الناصر ينقص شاربه بعد. نعم نشكركم شيخ عدي عابر الشرشاب شيخ عشيرة البدور، ونكرر الدعاء لكم بأن يتغمد الله الشهداء برحمته وأيضا يشفي الجرحى شفاء عاجلا إن شاء الله. شكرا لكم.